عندما أخرج هذا الرجل جواز سفره لم يصدق أحد ما رآه. لذلك سنشاهد اليوم معا الأشخاص الأكثر تقدما في العمر في العالم. ولكن قبل أن نبدأ، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الإشعارات ليصلكم كل ما هو جديد. سوامي سيفيناندا. عندما فتح موظف المطار في أبوظبي جواز السفر الخاص بهذا المسافر، لم يستطع أي أحد أن يصدق ما رأى. فنحن في العصر الحالي لم نرى تاريخ ميلاد مشابه لتاريخ ميلاد هذا الرجل، حيث يرجع تاريخ ميلاده إلى القرن التاسع عشر. وبالرغم من أنها لم توثق رسميا، إلا أن هذا الرجل يبدو وكأنه أقدم رجل موجود على الأرض. فقد كان مسافرا إلى لندن وتوقف في دولة الإمارات، وللأسف فوت رحلته. لم يصدق العاملون في المطار أن جواز سفره حقيقي، لأن تاريخ الميلاد مسجل فيه يوم 8 أغسطس في عام 1896. وبناء على ذلك هو يبلغ من العمر 123 عاما، وهذا رقم كبير جدا. ولكن الأكثر دهشة في هذا الرجل ليس عمره، وإنما أسلوب حياته الذي يتبعه ليجعله أصغر سنا بكثير. هو لا يبدو عليه هذا العمر أبدا، وذلك بفضل الرياضات التي يتبعها مثل رياضة اليوغا. وهو دائما يعالج كافة الأمراض التي يتعرض لها باستخدام جلسات التأمل التي تمنحه الطاقة الإيجابية وتخلصه من أي طاقة سلبية. هيستر فورد. هذه السيدة المدهشة تعد من أقدم سكان الولايات المتحدة الأمريكية. ولدت في جنوب ولاية كارولينا في عام 1904. تزوجت هذه السيدة وأنجبت 12 طفل، وأصبحت جدة 58 مرة، بينما أصبحت الجدة الكبرى 120 مرة. يبلغ عمرها الآن حوالي 114 عام. ولكم أن تتخيلوا كم الأحداث العالمية التي استطاعت هيستر أن تحضرها، بما في ذلك الحرب العالمية الأولى والثانية. بوب ويتون. يعد البوب واحدا من أقدم سكان بريطانيا العظمى. ولد في عام 1908، يبلغ من العمر الآن 111 سنة، كما أنه يعمل في مجال الهندسة والتدريس. وعندما سئل عن السر وراء بقائه حيا طوال هذه المدة، قال إنه فقط تجنب الموت، وأنه يعيش حياة عادية جدا، وهو يمتلك ولدين استطاع من خلالهم أن يكون جدا 10 مرات، وأن يكون الجد الأكبر 25 مرة. وقد أجرى طوال حياته عمليات جراحية كثيرة، واستطاع أن يتغلب على الإنفلونزا الأسبانية ومرض الملاريا. كاترينا كانورو. تعتبر هذه المرأة أكبر امرأة تعيش في اليونان، وهي تعد السادسة في التصنيف العالمي لأكبر الأشخاص التي تعيش على الأرض. ولدت في شهر يوليو من عام 1905، هي أنها تبلغ من العمر 114 عاما. صرحت بأنها أصبحت تنسى عمرها الحقيقي بسبب مرور الزمن. وقد واجهت كاترينا صعوبات كثيرة في حياتها، ولم تستطع أن تتخطاها إلا بمساندة أصدقائها وأقاربها. وقد شهدت في حياتها فقدانها لزوجها وأبنائها، ولكنها لم تفقد الإيمان في الحياة، واستمرت في الشعور بالسعادة بجانب أحفادها. كين تاناكا. من الصعب جدا علينا أن نحدد أكبر شخص في العالم من الناحية العمرية، لأن هناك أشخاص كثيرون يدعون أنهم الأكبر في العمر من بين كل العالم. ولكن كين المرأة اليابانية استطاعت أن تثبت عمرها بأوراق رسمية، وقد ثبت فعلا أنها ولدت في شهر يناير من عام 1903، وهي بذلك تعتبر رسميا أكبر امرأة موجودة في العالم، لأن عمرها الحالي حوالي 117 عام، بالرغم من أن متوسط العمر في اليابان لا يتعدى 85 عاما. تزوجت كين في عمر صغير من رجل لم تراه إلا مرة واحدة، فأنجبت منه ابنا واحدا. وللأسف فقدتهم هما الاثنين في الحرب العالمية الثانية، ولكنها ظلت تعمل ولم تفقد الأمل في الحياة بعد وفاتهما. والجدير بالذكر أن عمرها حينها كان 63 عاما، وبالرغم من إصابتها بمرض السرطان إلا أنها استطاعت التغلب عليه وأكملت حياتها بشكل طبيعي. وهي الآن تعيش في منزلها ولا تتحرك إلا بمساعدة الكرسي المتحرك، ولكنها تفكر بشكل حكيم جدا. لوسي راندون. منذ عدة سنوات استطاعت لوسي أو الأخت أندري كما تشتهر بأن تكون أكبر امرأة موجودة في فرنسا. ولدت في فبراير من عام 1904، وفي فبراير من عام 1919 أصبح عمرها 115 عاما.
وعندما كانت صغيرة في العمر كانت تعمل كممرضة في المستشفى، ولكن بعد أن كبرت أصبحت راهبة وقد عملت في عدد كبير من الأديرة المسيحية، وهي الآن تسكن في مؤسسة رعاية بسبب عجزها عن الاعتناء بنفسها. وبالرغم من أنها لا تكاد لا ترى بعينيها، إلا أنها صرحت بأن هناك أسبابا كثيرة تجعلها سعيدة في حياتها حتى الآن. روث كينديسون. عندما ترى هذه المرأة وهي تمارس الرياضة في صالة الألعاب الرياضية، ماذا تعتقد أن يكون عمرها؟ ربما لن تصدق ما سأقوله لك، ولكن هذه المرأة تبلغ من العمر 103 عام، وهي حريصة على الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية في كل جمعة منذ أن كان عمرها 20 عاما. أظن أن هذا حافزا كبيرا بالنسبة لك لكي تستمر في ممارسة الرياضة. ولدت روث في عام 1916 وكانت تعمل في مجال العلوم، وألفت حوالي 5 كتب وكتبت مقالات كثيرة جدا تفيد الإنسان الآن في التعرف على الأمراض وإيجاد علاج لها. وعندما سئلت عن سر رشاقتها قالت إن الرياضة أهم شيء بالنسبة لها، وبالرغم من أنها تدخن طوال حياتها إلا أن الرياضة محت آثار هذا التدخين. والآن وصلنا إلى النهاية، أتمنى أن يكون الفيديو قد أعجبكم. أراكم في الفيديو القادم.